يا صباح الفل عليكم، يا صباح الجمال، يا صباح البركة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم كده عليكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة بنجيبها من برة غالية. هنعمل مع بعض النهاردة القطايف، بس قبل ما نبدأ نسمي بسم الله الرحمن الرحيم وتضغطي لايك وشير كتير للفيديو ده. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا كنت عاملة العسل كذا مرة، كوبايتين سكر عليهم كوباية مية وعصرة ليمونة، ولما بيغلي لمدة 5 دقايق بالظبط وبتحطي عليهم نطرة فانيليا. معايا هنا العجينة بتاعت القطايف، انا حاطة هنا كوبايتين دقيق وعنزل بالنص التاني كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقه كده كبيره نشا، عليهم معلقتين سكر كبار، رشه ملح كده، كيس بيكنج باودر، مش هنحط خميره ولا حاجه. هننزل كده على المكونات بتاعتنا، كوبايتين من الميه، ادي اول واحده، ثانيه، واخدهم اضربهم في الخلاط واوريكم القوام المظبوط كده. بعد ما انا ضربتها في الخلاط انزل كده، شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام المظبوط. كوبايتين الدقيق خدوا مني بالظبط كوبايتين ميه، هسيبها كده ترتاح شويه ونرجع نشتغل فيها. هنبدا بقى نشتغل في عجينه القطايف بتاعتنا. انا حطيت هنا طاسه عندي ما مش مدهونه اي ماده دهنيه زي ما انتم شايفين كده، على نار وسط واقل من الوسط كمان. شايفين قوام العجينه؟ انا ضربتها في الخلاط عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنبتدي بقى كده نشتغل ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، انا فضيتها هنا شويه علشان تبقى سهله عليا وانا بفضيها في قلب الطاسه. اي حاجه عندك كده ببوز بالشكل ده كده او براد حطي فيها العجينه، هتبقى اسهل بكتير. هنزل كده، لازم النار تبقى هاديه معاكي، لو علتي عليها النار هتتحرق منك من تحت. بصوا الفقاعات كده، هي بدات تستوى معايا، اوريكم شكلها هتبقى عامله ازاي في الاخر. طبعا هتكوني محضره معاكي كده صينيه او طبق عليه فوطه تطلعي وتغطيها على طول عشان ايه ما تنشفش معايا. شايفين الفقاعات البيضة بدات تختفى معايا اهي كده، يبقى هي ايه قربت تستوى. اضغطي لايك وشير للفيديو ده، واللي ما اشتركش يشترك عشان اي فيديو انا بعمله يوصلكوا على طول. شايفين اهي، اول ما كل الابيض ده يختفى يبقى هي كده استوت معايا كده تمام. شايفين بقى اهي، شايفين الجمال؟ 10 على 10. هعمل معاكم واحدة كمان، بسم الله. شايفين الشكل ده كده، هي كده بدأت تستوى معايا. شايفين بقى الجمال؟ اعملي أي كل حاجة اعمليها عندك في البيت هتوفري، وحاجة نضيفة انت عاملاها بايدك. طبعا دلوقتي كيلو القطايف ب 45 جنيه، احنا هنعمل منها كمية بكوبايتين ونص دقيق، هنعمل منها كمية كبيرة. شايفين كده تعرفي ان العجينة معاكي ناجحة كده تمام. اهي بدأت، عشان بس ما تعجنش معاكي خرجها بقى كده بالراحة. شايفين الجمال؟ هعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده وارجع لكم تاني. خلاص كده حبايبي، انا خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بصوا قد ايه طريه، بصوا الجمال. شايفين اعمليها بالطريقه ديت وعملت معايا كميه كبيره. يلا بينا بقى نحشيها ونحمرها مع بعض. بصوا حبايبي، انا معايا الحشو هنا سوداني مكسراه كده زي ما انتوا شايفين، على زبيب على جوز الهند تمام. انا هحشي نص الكميه اللي معايا بالمكسرات كده زي ما انتوا شايفين، والنص التاني هحشيه جبنه عشان الولاد بتحب الجبنه. تعالوا كده نجرب بقى مع بعض واحنا بنحشيها ونشوف قد ايه هي طريه وحلوه معانا. بسم الله. شايفين الجمال؟ اهي نحشي واحده كمان، حاجه كده بقى عسل. نحشي كمان ايه بالجبنه مع بعض. اي نوع جبنه عندك بقى عايزه تحشيها احشيها بيها. انا ديت جبنه دومتي احشيها بيها، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، الحشو اللي انت تحبيه. اهي بالشكل ده كده. نعمل واحده كمان، اهو يا حبايبي هنعمل بقى كله بنفس الطريقه دي كده وارجع لكم تاني واحنا بنحمر. خلاص كده حبايبي، انا خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بكوبايتين ونص من الدقيق عملوا لي كميه قد ايه من القطايف، بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى نحمرها. معايا هنا طاسه فيها زيت، انزل كده بالقطايف. انا عملت زي ما قلت لكم يعني كميه كده صغيره محشيه جبنه، هحمر وانزل على طول في العسل. بصوا حبايبي ابتدت تاخد لونها ايه، هبتدي انزل كده في العسل. شايفين الجمال بقى ولونها الجميل؟ احمر بقى كل الكميه بنفس الطريقه كده وارجع لكم تاني وتشوفوا الجمال في الاخر. خلاص كده حبايبي، انا خلصت كل الكميه اللي معايا، دي اللي بالجبنه ودي اللي بالمكسرات. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ عملتها في ثواني، ما خدتش معانا وقت خالص. عايزاكم بس تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. لايك كده حلو وشير كتير، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان اي فيديو انا بعمله يوصل لكم على طول. بالف هنا وشفا، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد في رعايه الله.